يوسف الحوامده من الأردن عمان، وعمري الآن 59 عام. المهنة صيدلاني مزاول. ابتداء التشخيص كان عمري 55 سنة، وكان التشخيص سهل جدا عبر صورة مقطعية في مستشفى متخصص في عمان، واكتشفت الحالة انه في نوع من الترقق في العظام. ليس هناك ألم ناتج عن هذا المرض. الألم قد يكون نتيجة إرهاق، تعب من العمل، إنما ليس بسبب هذا المرض مطلقا. تقريبا كل يومين والثالث أقوم بعملية سباحة منتظمة لمدة نصف ساعة إلى ساعة. وأضفت إلى موضوع السباحة أيضا موضوع الجري على الجهاز اللي هو التريدميل، وذاك بانتظام ربع ساعة إلى ثلث ساعة يوميا بانتظام، وأشعر بمنتهى الراحة. يعني ما في أي مشكلة أعاني منها بسبب هذا المرض. يعني ترقق العظم أنا لم أكن سببا به، ولا أعلم من أين يعني ابتليت بهذا المرض، ولا أعتقد أن هناك من مسبباته ما كنت أمارسه، مثل نفرض التدخين أو شرب الكحول أو أبدا. ولا في عائلتنا سابقا هذا المرض، ولا لاحقا إن شاء الله. وهو ابتلاء من الله عز وجل، وأنا يعني قابل بالوضع كما هو وأعالج، والحمد لله الأمور كانها ما كانت.